أهلا وسهلا بأغلى متابعي الأفلام بأفلامك مع دانا. لن تخسر حتى تتوقف عن المحاولة، فالعوائق لا يمكن أن توقف المصمم على الوصول لهدفه. بس قبل ما نبدأ لازم أقولك، لو ما تبعتش كل حاجة ومش بس الفيديو ده لحد النهاية، فأضمن لك إنك مش هتعرف كل الحكاية. بتبدأ أحدث فيلمنا بامرأة حامل وكانت على وشك الولادة اسمها ماري كوم. بيساعدها زوجها بإنه يحاول يسرق أي وسيلة مواصلات علشان ينقلها للمستشفى، وهنا بتقبض عليه الشرطة ويقول لهم إنه كان عاوز بس ينقل مراته للمستشفى لأنها حامل. في اللحظة دي بتسترجع ماري ذكريات الماضي وبتفتكر لما كانت طفلة صغيرة ولقيت قفاز ملاكمة، لكن والدها بيقول لها إنها تبعد عن القتال وإن الملاكمة مش مناسبة ليها. وتاني يوم في المدرسة بتتعصب ماري وبتدخل في خناقة مع ولد معاها في المدرسة وبتتعرض للضرب الشديد منه، ولما بترجع البيت بيشوفها والدها وبيتعصب عليها كتير. ماري كانت بتعيش في أسرة فقيرة وظروفهم صعبة جدا. تاني يوم بتشوف ماري مرة تانية الولد اللي اتخانقت معاه فبتطرده وبتجري وراه علشان تنتقم منه بعد اللي عمله فيها، وبتدخل وراه لصالة رياضية لتعليم الملاكمة، وهنا بتلتقي بالمدرب سينج، وبتقرر ماري تستغل الفرصة وتطلب من سينج الانضمام للنادي وتدريبها، فبيقول لها تمشي دلوقتي وتيجي بكرة، ولما بترجع البيت بتقول لوالدها إنها عايزة تمارس الملاكمة، لكنه بيرفض. وفي اليوم الثاني بتصحى ماري بدري جدا وبتقوم بوجبتها المنزلية، وبعدين بتروح للصالة الرياضية، فبيطلب منها سينج إنها تقعد وتراقب باقي المتدربين، وبالفعل ماري بتستمر تيجي كل يوم وتقعد وتراقب بصمت باقي المتدربين وتحاول إنها تتعلم بعض الحركات منهم، وتكرر ماري نفس الموضوع لمدة 30 يوم بدون ملل أو اعتراض منها. وهنا بس بيتأكد المدرب سينج إن ماري جدية في رغبتها في إنها تكون ملاكمة. وأخيرا يقرر سينج استدعاء ماري للحلبة وتلقينها قواعد الملاكمة وشروط القتال داخل الحلبة، وبتبدأ ماري في التدريبات يوم بعد يوم وتبذل أقصى جهدها في إنها تتعلم وتطور مهارتها. وبتمر الأيام وبتتعرض عائلة ماري لضائقة مالية وظروفهم تبقى أصعب من الأول وتحتاج للمال. هنا بتقرر ماري إنها تشارك في قتال الشوارع علشان تحصل على اللي تقدر بيه تساعد عائلتها شوية، فبتدخل في قتال ضد خصم صعب جدا وبيضربها ضرب مؤلم، لكنها بتصمد للنهاية وبتنجح في الحصول على المال. هنا بتلتقي ماري بأونلر وبتاخد منه الفلوس وهي متضايقة، فبيعرض عليها يوصلها بيتها وبتوافق. وبنرجع للوقت الحاضر اللي بتكون فيه ماري هتولد، وجوزها أونلر بياخدها ويجري بيها على المستشفى. ونرجع كمان للماضي واللي بتكتشف فيه ماري ان اسمها موجود ضمن قائمة المشتركين في مسابقة الملاكمة الجاية، ولما بيجي يوم نزال ماري الأول المنتظر بيحمسها سينج، وبتدخل الحلبة وبتخد نزالها الأول وتقدر انها تفوز بيه بجدارة واستحقاق وتصبح بطلة الولاية. وفي يوم والدها بيقرا الجريدة بيتفاجئ بانهم كاتبين عن فوز ماري، وبيعرف هنا بس انها بتلعب الملاكمة من وراه، فبيدخل الأب البيت وهو متعصب وبيخيرها ما بينه وبين رياضتها المفضلة، فتعاند ماري وتختار الملاكمة، وكان ده اللي دمر علاقتها مع والدها. بتكمل ماري وبتتدرب يوم بعد يوم وبتنجح في مسيرتها وتصبح بطلة وطنية ناجحة وتنضم لفريق الهند النسوي للملاكمة. وفي يوم بتتخانق ماري مع زميلتها في الفريق لأنها كانت بتضايقها بسبب غيرتهم من نجاحها، فبتتعصب ماري وبتتركهم وبتدخل لجوه وترجع بعد ما حلقت شعرها تماما علشان تخفف من غضبها. وبتمر الأيام وكل يوم علاقتها مع والدها بتسوء أكتر وأكتر، وتمر سنين وسنين وتسافر ماري علشان تلعب أول نزال مهم في بطولة العالم للملاكمة، ويفضل أونلر يشجع يشجعها، وده كان سبب في انهم يتقربوا من بعض جدا. بيبدأ النزال والكل يشجعها حتى والدها برغم انه كان متضايق من رد فعلها لما تكلموا اخر مره، وبالفعل بتفوز ماري بالنزال وتصبح الملاكمه الاولى في العالم. وتمر الايام وترجع ماري لبيتها من تاني ويعتذر لها باباها ويتصالحوا ويحضنوا بعض، وتاني يوم بتحتفل القريه كلها بفوز ماري في البطوله، وبتيجي صحفيه لبيت ماري علشان تعمل معاها مقابله، فبتسألها عن سبب نجاحها على الرغم من ظروفها القاسيه وقله الدعم والتمويل. فبتجاوب ماري على أسئلة الصحفية بكل صراحة وتقول لها إن الدولة مش بتدعم الرياضيين خالص، وتنتشر تصريحات ماري في الصحف كلها، وبياخد منها اتحاد الملاكمة موقف عدواني. وفي مرة وماري قاعدة مع أونلر بيعرف منها إن أمها بدأت تدور لها على زوج مناسب، فيخاف أونلر من خسارة ماري وبدون أي تفكير يطلب إيدها للزواج. وبعد فترة تشارك ماري في بطولة عالمية تانية وبتخوض نزال نهائي صعب وشرس ضد منافستها الألمانية، لكن ماري بتقدر تصمد قدامها وتفوز في النهاية. ونرجع لطلب الزواج اللي عرضوا عليها أونلر واللي بيكون رد ماري ليه الموافقة، وهنا بيتجنن المدرب سينج من قرارها ده ورغبتها في الزواج، ويقول لها إن الارتباط هيدمر مسيرتها البطولية واللي تعبت كتير علشان توصل لها، وده كمان هيقضي على مستقبلها كملاكمة. وبياخد سينج موقف قاسي من ماري ويبلغها بقراره واللي هو التخلي تماما عن تدريبها، لكن
ميري وبعد كل اللي سمعته من المدرب سينج بتدعوه لحضور حفل زفافها، لكنه بيرفض. وبيجي يوم زفاف ماري، واخيرا بتتزوج بأوندر، الشخص اللي شجعها وآمن بيها وبقدرتها. وبتمر الايام وماري تبقى حامل، ودخلها تدخل في دوامه بين مشاعر الامومه وفرحها بمولدها الجاي، وبين حزنها على مسيرتها في الملاكمه اللي انتهت من يوم زواجها زي ما كان راي مدربها سينج، الامر اللي اثر بشده على نفسيه ماري. وهنا نكون وصلنا للوقت الحاضر واللي بتكون ماري ولدت بيه ورزقت بتوأم. كانت أمها بتساعدها في تربية أولادها، لكن وعلشان تساعد أولر في المصاريف بتقرر ماري تدور على وظيفة مناسبة، وبتدور كتير لكنها مش بتلاقي. وبيبدأ الناس في نسيان بطلة الملاكمة العالمية ماري كوم، الأمر اللي كان بيحزنها جداً ويدخلها في حالة اكتئاب. فتقرر ماري تجاهل التفكير في موضوع الملاكمة والتخلي عنه تماماً، وتتفرغ بس لزوجها وتربية أطفالها. لكن أولر كان رأيه مختلف، وخصوصاً بعد ما كان الحزن في عيون ماري بيزيد يوم بعد يوم، فيتكلم معاها ويشجعها ترجع للملاكمة، وتفرح ماري بكلامه وموقفه ده وتوافق فعلاً. وتبدأ كل يوم تخرج للتمرين من جديد، وأولر يعتني بالأطفال، وترجع ماري للصالة الرياضية وتطلب من المدرب سينج يرجع يدربها، لكنه بيرفض وبشدة. بس ماري ما بتستسلمش وبتتدرب مع نفسها وبتحاول تخد نزال، لكن للأسف بيكون مستواها في الملاكمة انخفض وبشكل ملحوظ بعد انقطاعها للمدة الطويلة دي. وفي يوم بيمرض أحد أطفال ماري، فبتقرر توقف التدريب بشكل مؤقت علشان تعتني بالطفل. وتمر الأيام والطفل يتعافى، وترجع ماري للملاكمة مرة تانية، وتخد مباراة ويكون ظاهر فيها معاناتها وهي بتصارع علشان تثبت نفسها من تاني وتربح. بتنتهي المباراة بإعلان خسارة ماري، وتحس ماري إنها اتظلمت، وده بيجننها وكمان بيجنن مدربها سينج. فبتنفعل وتتهم الحكام وأعضاء الملاكمة بالتحيز ضدها، وتهاجم لجنة الحكم بعنف، الأمر اللي خلى اتحاد الملاكمة يعلن عن إيقاف ماري عن مزاولة رياضة الملاكمة بشكل نهائي وطردها من الاتحاد. وبعد كم يوم بيطلب أولر منها تكتب اعتذار وتقدمه للاتحاد علشان تقدر ترجع من تاني للرياضة اللي كانت كل حياتها. وبالفعل بتكتب ماري رسالة اعتذار وتحاول تسلمها للاتحاد، لكنهم بيخلوها تنتظر كتير علشان يذلوها ويقللوا من قيمتها حتى قدام نفسها. وبعد انتظار بالساعات بيخرج رئيس الاتحاد اخيرا ويطلب من ماري تقرا الاعتذار وبصوت عالي، وغرضه من الامر ده هو اذلالها اكتر وكسر نفسها قدام العالم كله. وبالفعل بتتم الموافقه على عودتها للملاكمه من تاني. واول حاجه تعملها ماري هي انها تروح للمدرب سينج علشان تتكلم معاه وتترجى انه يرجع يدربها تاني، وبعد تردد بيوافق اخيرا، ويبدا معاها تدريبات قاسيه لتقويه جسمها من جديد بهدف تجهيزها للبطوله العالميه للمره التانية. وبالفعل وبمساعده المدرب سينج بتتجهز ماري بشكل كامل للبطولة، وبتودع عائلتها وبتتجه للبطولة العالمية. وبيظهر رئيس اتحاد الملاكمة من جديد ويحاول التقليل من شأن فريق الهند النسوي، لكن ماري وزميلتها المرة دي بيوقفوا رئيس الاتحاد عند حده. وبيجي يوم النزال النهائي، وبيتصل أونلر بماري ويقول لها إن واحد من أطفالهم التوأم بيعاني من ثقب في قلبه. فبتتصدم ماري بسمعها الخبر وبتتدمر نفسيتها تماما في الوقت اللي المفروض تكون فيه بأعلى درجات الحماس والإيجابية، وتدخل للحلبة وهي في حالة صدمة ومش قادرة تركز تماما في نزالها ضد نفس الألمانية اللي كانت واجهتها من قبل. وبحالتها النفسية دي بتتعرض ماري للضرب العنيف في نفس الوقت اللي كان في طفلها تحت العملية الجراحية المصرية لحياته، وتوقع ماري على الأرض ومفيش في بالها إلا زوجها والطفلين. لكن وزي ما الوضع ده حطها في نفسية وانهارة، قدر برضو يشعل فيها الطاقة والتحدي لكل الظروف اللي حاولت تكسرها، وتقوم وترجع للمباراة وتكملها وتنتصر أخيرا. وبعد نهاية المباراة يجي لها خبر نجاح عملية طفلها وتطمن إنه بخير، وتحصل ماري على الميدالية الذهبية وتشرف بلدها الهند. وفي النهاية عايز أقولك المثابرة دائما ما تؤتي ثمارها ولو بعد حين. وبكده يخلص فيلمنا. شاركوا هالفيديو مع أصدقائكم اللي بيحبوا هالنوع من الأفلام، وما تنسوا بأن اللايك والسبسكرايب ما بتكلفكم شيء، وهي شكرا منكم على تعبنا. وإذا لسه ما اشتركتوا بالقناة بجد عيب عليكم، وما تنسوا تتابعوا حساباتنا على الفيس والإنستا. سلام.